السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن الموجة المفتوحة لقناة هلا والموقع بانيت. وضيفي في هذه الحلقة هو زهير كركبي، وهو ناشط سياسي في الجبهة واجتماعي بالتأكيد، وهو من مدينة شفامر. برحب فيك، أجمل ترحيب زهير. أهلين، مساء الخير. كيف الحال؟ نشكر الله. كيف تركته ناهض خازم وعرسان ياسين؟ كويسين على أحسن ما يرام. ناهض شو وضعهم؟ ناهض وضعه ممتاز، واليوم بمارس كعمله كرئيس بلدية ويعمل بشكل أنا بحبه جدي. كثير، إذا شايفنا بحبه كثير وبحترمه كثير، وشاطر ومن البنك. وأساسا خلفيته من البنك. كان مشترك بينك وبينه؟ لا، كنا مع بعض في البنك. كنا مع بعض، وهو كان مدير بنك ناجح و لأمي. لا، في البداية العربي، بعدين لأمي. وكان اشتغل معكم محمد عوض صاحبي. محمد عوض صحيح، كان يشتغل معي ملاعب وأهداف زمان. صحيح، كان مسؤول عندنا في إدارة البنك. اليوم وين محمد عوض؟ يمكن مركنتيل صار. اليوم خلص من البنك الأمي، انتقل لمركنتيل. حصلنا على عرس بابنه من زمان ورحنا عليه، عرس ابنه كثير كان مميز عرسه. بقول ناهض خازم، ما هو صاحبك؟ لا صحيح، كنت بتنصحه يرجع البلدية هيك كلة مشاكل بلدية شوامر؟ يعني ناهض إنسان بحب التحديات، والبلد بحاجة لكتير لإصلاح ولا تطور، وناهض بيشوف حاله أنه أدى هاي المهمة، فهو رغبته أنه كان يرجع لرئاسة البلدية، ونجح في الانتخابات الأخيرة، واليوم يعمل بشكل جاد وبشكل يومي وبشكل صعب لترميم البلد في البداية وتطوير البلد. بمش بعرف، مش أحب كثير هاي السؤال ناهض خازم، بس عرسان ياسين بيقول انه انا تركت كل شيء جاهز. السؤال اذا اول شيء يعني ابصر كيف بفكر ناهض على هذا الحكي، ولكن ناهض خازم يعني ما وجد يعني بلد ارض محروثه ارض، وانما ارض خصبه لها كمان يكمل هيك. كيف انت كابن البلد وانتوا الجبهوي شاطرين بتعرفوا تحكوا؟ يعني انا كيف عم بشوف ناهض كيف بيشتغل، عم بيشتغل بشكل صعب جدا، اول شيء لتصليح بعض الاخطاء اللي كانت في الاداره السابقه. انت عضو بالمجلس؟ انا كنت عضو بالمجلس بالفتره السابقه لما كان عرسان ياسين رئيس بلديه. كنت فترة شو اكثر شيء على رايك عزيزي زهير كركبي، اكثر شيء كان غلط فيه وبده تصليح من ناهض خازم؟ وانا بحترم ناهض، ليش انا حدا يفكر انه انا يعني بطلع حفاظ منه؟ بالعكس، هو انسان محترم وانا بحبه كثير. يعني اليوم ناهض عم بيشتغل بشكل صعب جدا لمحاوله ترميم قسم الصحه، يعني ترميم موضوع جمع النفايات ونظافه البلد، و هاي امور شائكه عندنا اليوم بالبلد، ويعمل بشكل جدي، واعاده هيكله البلديه من جديد، يعني تعيين مدراء مع كفاءه، فهو يعمل بشكل صعب جدا لتصحيح الامور. ومن بعدها، بعد ما يعني صار فتره بهاي الامور ما خد من وقته، وايضا بناء برنامج عمل لل 4 سنوات القادمات من أجل النهوض في المدينة. ثلاثة وشوي. وخمسة ولا أربعة؟ خمسة. أربعة. مرقت سنة بعد أربعة. بعد أربعة زي ما قلت أنت. أربع سنوات. بقول بالنسبة لناهض كمان جبهوي؟ لا، ناهض لا، مستقل، يعني نزاق مستقل. إحنا كجبهة كمثل باقي القوائم في المدينة دعمنا أيدنا. واحنا جزء من الاداره الحاليه، بالسابق كنا جزء من المعارضه لما كان عرسان ياسين. واليوم كنا في المعارضه، اليوم احنا جزء بالاداره بالائتلاف. كيف الائتلاف مركب من فضلك عزيزي زهير كركبي؟ الائتلاف عنده ائتلاف شامل، يعني عنده من 15 عضو، 11 عضو بالائتلاف، 12 عضو بالائتلاف. جماعه عرسان ياسين ما فيش عنده تمثيل في القائمه العضويه. اللي بيشكل اكبر خطر على عزيزنا ناهض خازم اليوم؟ أنا ما أعتقدش اليوم في إنسان بشكل خطر عليه. يعني لا، أنا بقصد زهير، تعرف في ناس شرواك وغيرها، ناس اللي بتطلع على يعني تعال، حتى لو زي ما بيقول قسم شو، إنه
إحسان ياسين ما بيقدر يرجع أو ما يحبش أو تقدير إنه ما يرجع. أنا في ناس كثير اللي وظيفة رئيس بلدية بتهمهم. يعني بالعشرين سنة الأخيرة كان عندنا ثلاث مرشحين اللي هن بارزين، اللي هو إحسان ياسين، ناهض خازم، وأمين عنبتاوي. ما حسبتش إبراهيم نمر حسين؟ لا، إبراهيم كان لما أنهى أجا من بعد، أجوا من بعد إبراهيم نمر حسين. قصدك بعد؟ آه بعده. فلحد الآن ما فيش يعني مرشح. ماهر ابنه بترشح إشي أو؟ لحد الآن لا، ما الإشي كان غير وارد. بعرفش مستقبلا إذا ممكن يترشح، ولكن حتى الآن هذول الثلاث أشخاص اللي كانوا دائما بتنفسوا آخر 20 سنة بالساحة الانتخابية مش فاهمر. واسم ما فيش ما فيش بدك اسمي لك يا على مستوى الشفاعمر، هذا صراع العمالقه شديدين بكل، فما فيش يعني لسه مرشح رابع او خامس. كانوا كثير شديدين، كان يعني المنافسه بينهم شديده جدا، يعني كل خمس سنين كان واحد يسقط الثاني وهو يكون محله. يعني في الاول ناهض، بعدين اجى امين، بعدين اجى عرسان، لسه رجع معه. قديش منافس كبير يا زهير. لا صحيح في تنافس قوي بيناتهم، ولكن ما فيش لسه يعني وجوه جديده انه شبابية اللي تكون مرشحة منافس. مرشحة قوية يعني في المنافسة. ناهض خازم نفسه شباب وجي جي يحب شاب حسب رأيي. ناهض شاب وانتو إلا ذاتو بتسموه كبير. لا ناهض شاب. ناهض شاب شاب ومحترم ومثقف. محترم وأيادي نظيفة، هي كمان مهمة يعني بالعمل. أهم إشي أنت بتقول أيدي نظيفة. أيدي نظيفة يشهد له أنه أيدي نظيفة. ممتاز. إحنا بنفتخر في كل رئيس بلدية بتكون أيدي نظيفة وعارف شو جاي يعمل يعني على المدينة. عارف المدينة، عارف مشاكلها، وعارف كان بالسابقة بالفترة السابقة كان رئيس بلدية وكان عنده برامج، فعارف شو كيف كان الفترة. أنا بعرف من كنت كمان بس مش متذكر كيف كانت فترته. كانت فترته من 2008 ل 2013 كانت فترة جدا جدا ممتازة، واللي كان بنى برامج جدا يعني مستقبلية لمستقبل المدينة، ولكن بعد خمس سنين عاود النخب الشفاعمر يغير، وكان أمين عنبتاوي رئيس بلدية، وهذا الشيء توقفت البرامج. هاي المرة كان مرشح أمين عنبتاوي كمان كان مرشح. كيف كان الوضع بالصندوق الاقتراع؟ يعني تقريبا يعني تقريبا كان هو القوة الثانية بعد ناهض يعني. كان القوة الثانية بس كان فرق بيناتهم 6000 صوت يعني مش يعني ناهض اخذ قريب ايش اخذ 10000 صوت، امين اخذ 4400 صوت. فرق هاي الثانية يعني ما كانش في، كان مبين انه في بعد كبير يعني بين ليه مثلا ناهض خازم ليه تفوق لهذه الدرجة؟ ناهض خازم هو من اخوتنا المسيحيين، شفاعمر فيها من اخوتنا المسيحيين، فيها من اخوتنا الدروز، وفيها من اخوتنا المسلمين. هل لانه دائما بصير ائتلافات معينه وهيك، هل صار هناك شيء اللي خلى ناهض خازم يتقدم هذا الانطلاق؟ اخذ تأييد من كل اقطاب البلد الحقيقه، المدينه اخذ تأييد من اغلب القوائم اللي كانت مرشحه في للانتخابات، يعني من الطائفه المسيحيه، من الطائف الدروزي قاطبة، ومن الطائف الإسلامية. من نابو دروزي؟ النابو من الطائف الدروزية، وقام بالأعمال من الطائف المسيحية. فأخذ من فضله داود حسون. فعمليا أخذ من كل أصوات ومن كل شفاعمر. كنا نابو وقام بأعماله. قام بالأعمال أرملي، من عامر أرملي. فعمليا هو يعني جمع من كل ومن كمان من اخواننا البدو كمان كان له تأييد كبير، كمان سواعد عندكم هناك، سواعد عندنا مجموعه كبيره جدا، فاخذ تأييد. فعمليا كانت اغلب القوائم اللي كانت مرشحه كانت مؤيده لناهض خازم، عشان هيك كمان هن كمان في يوم انتخابات هن كمان بسعوا انه كمان ينجحوا في العضوية، وكمان الرئيس اللي داعمينه يجيبوا له أصوات. فكان كان في له دعم كبير جدا. فكانت الأمور كانت يعني مبين الأمور إنه من أولها ما تفاجأتوش أنتم أنا مثلا هالكدي بس هالكدي أصوات عسان ياسين بس هالكدي أصوات أنا شخصيا ما تفاجأت يعني إنه ناهض راح كان يحسمها من أول الجولة. أنا تفاجأت إنه أبو مصلح أخذ يعني كان بكمية الأصوات اللي منخفضة جدا يعني ما كانش ما أخذش أصوات، لأنه ما ولا قائمة أعلنت دعمها له يعني.
فلما فيش انت كاهل بلد، انت كاهل بلد وانت كشخصيه سياسيه اجتماعيه، انت ما توقعتش انه هالقد يكون نزول عنده. انت توقعته من اسمه اخي زهير كركبي، من اسمه رئيس بلديه، مستحيل واحد يتوقع له هالقد هبوط. إيه لما كان مبين ليش كان ليش كان مبين يعني لما بقول قائمة دعمته، وهو كمان ما كانش يعني ما شفتوش انه عم بيعمل بشكل جدي في الانتخابات، هو اركن انه يلا الناس بدها تصوت لي وانا ارسل ياسين، فلكن ما عمل بشكل جدي كيف بالمرات السابقه اللي كان معاه مجموعات قوائم اللي كانت هي تدعم، فهذا ادى الى تراجع كبير في يوم الانتخابات وتأييد لارسان، فالشيء مبين بالصندوق يعني اخر النهار. كميه الاصوات اللي اخذها كانت جدا جدا قليله، يعني اللي كان يقول انا بدي احسمها من اول مره، ولا كانت ولا تبين من كان يو يحكي ارسان انا بدي احسمها، ولا تبين انه كان يعني من الخمس مرشحين اللي كانوا، وكان قبل الاخير كان يعني الرابع من ناحيه عدد الاصوات، فهو ما قدرش يجيب اصوات لانه ولا حدا كان دعمه يعني. كان مبين مين الثالث؟ كان شاب من السواعد، وشاب من عائلة الحصري، فما قدرش انه السواعد جاب اصوات اكثر منه، والسواعد يعني موفق سواعد ترشح للرئاسي، فجاب اصوات اكثر منه، فما كانش عنده دعم يعني. لما فيش عنده دعم من القوائم واضح انه مش راح يقدر ياخذ اصوات يعني. ليه حسب رايك؟ انا بسال للكومن سنس، لمعلوماتنا العامه، ليش مثلا انسان كان رئيس بلديه مثلا، كل بلد كان لها قصة، طيري كان لها قصة، ناصر كان لها قصة، مجدكم كان لها قصة، كل بلد لها قصة، هو بالنسبة لشو عمل؟ ليش حسب رأيك هيك صار؟ أولا لأنه أرسان ياسين ما حافظ على ائتلافه يعني، على القوائم اللي كانت معه في الائتلاف. لأنه بدوش يخضع لهم، لأنه مثلا بدهم يستغلوه مثلا، ما أعرفش العلاقة ليش، أنا بقدرش أفوت في العلاقة بينات ليش يعني العلاقة خربت يعني، ولكن أنه القوائم حتى اللي كانت دعمته واللي هي وصلته للرئاسة ما تركته كلهم تقريبا، تركوه ما ضلش حدا معه لمصلحة ناهض، لمصلحة ناهض، لمصلحة ناهض، حسب الأرقام لمصلحة ناهض، وفي قائمة واحدة راحت مع أمين بتاو، والباقي راحوا مع ناهض يعني، كان الإجماع الأغلبية مع ناهض بالضبط، فتركوه ما حافظ على الائتلاف تبعه، فلما أجى على الانتخابات ما كانش معه ولا حدا من اللي كانوا معاه في إدارة البلدية في المجلس البلدي، فهذا طبعا خسروا الانتخابات. زهير كركبي، احنا ربينا على معرفة الحزب الشيوعي والجبهة، هسا انت زهير كركبي مش فاهمه كيف بتفس، هل انتم نشيطين الجبهة والحزب الشيوعي؟ يعني بديش اقول لك وضعهم، بديش استعمل كلمات اللي بديش استعملها، قصدي ضعفوا كثير، الحزب الشيوعي ضعف كثير والجبهة ضعف كثير. يعني زمان احنا صغار كانوا ياخذونا بسيارات من المثلث للناصري، وطول الطريق تحيا الشبيبة الشيوعية كل الطريق، معلش كمان بالجليل كانوا يستعملوا هذا، المزبوط صحيح. فشو اللي صار بالجبهة لهالدرجة ضعفت؟ لا أنا بقول الجبهة ما ضعفت، بس طلعت قوة جديدة، طلعت طيب ما قدروش يعملوا صوت أصحابنا، وأنا بنعرفهم ما مش عضو. هاي انت بتحكي على الانتخابات المحلية؟ انا بحكي عن المحلية. الانتخابات المحلية شيء شكل، الانتخابات للكنيست شيء ثاني يعني، في الكنيست احنا اقوياء جدا، من يعني من الاول انتخابات للكنيست لليوم ولا مرة احنا دائما القوة الاولى بشفا عمر في الكنيست، في انتخابات الكنيست. في انتخابات البلدية في لها حسابات ثانية بالمرة، محلية عائلية طائفية للأسف يعني، في مسكرة الانتخابات، فلما بينزل 15 قائمة منافسة لإلك في الانتخابات، فيعني انت قسمهن يعني على 15 عضو، وكل قائمة بدها بتحاول تتمثل يعني، بالاخر بيطلع اكبر قائمة ممكن تاخذ عضوين او كم قائمة يعني، فمش راح ياخذوا يمكن توصل تنتين ثلاثة، والباقي كل قائمة بدها تاخذ عضو واحد، فهناك التنافس في الانتخابات المحلية اكثر، انتخابات اكثر خلينا نقول عائلية طائفية، اعتبارات شخصية، مصالح شخصية، الاحزاب بالانتخابات المحلية ما فيش عندها القوة اللي موجودة في الانتخابات الكنيسة. في الكنيسة شيء ثاني، احنا دائما كنا القوة الأولى وما زلنا حتى اليوم، من 70 سنة لليوم احنا القوة الأولى في المدينة. إذا كان مؤثر العامل
أي الجمهور، هل هم إخوتنا المسيحيين ولا إخوتنا الدروز ولا إخوتنا المسلمين، إذا هذا اللي بيأثر، هل هذا العامل أثر على الانتخابات، بيأثر على الانتخابات المحلية كمان بلد زي شفاعمل؟ طبعا اللي فيها كل ال... شفاعمل، وأنا بديش أسمي الطائفة بالكلمة بالمفهوم يعني الفوري للكلمة، أنا أكثر أهلنا للأسف إحنا كلنا أهل. شفاعمل يعني التقسيم هو تقسيم طائفي، خلينا نحكيها بالحقيقة الحقيقة، يعني اللي حتى التنافس في الانتخابات المحلية هي بداخل الطائفة، بيكون في كل طائفة في قوائم تنتين متنافسات أو ثلاثة بنفسوا بعض، يعني ديمقراطي لا بعرف شو هاي الديمقراطية، حسب رأيي هاي هذا خطأ، يعني هذا بضعف المدينة كمدينة، بمنع تطورها يعني. فلما بتنزل قوائم حتى إخواننا بدأوا في تنافس بين القوائم بيناتهم، في قوائم اللي بتتنافس مع بعض، في الطائفة المسيحية في قائمتين بتنافسوا بتناحروا على بيناتهم، فالانتخابات للعضوية بتكون في داخل هاي المجموعات، وهذا الإشي بيزيد التقسيم وبمنع الوحدة، يعني بتكون الأحزاب السياسية قوية يعني. فعمليا هاي النتيجة انه الناخب الشفاعمري في الانتخابات المحلية بصوت للحي تبعه للعائلة تبعته ما بتوسع، هذا بضل مين القوائم الحزبية اللي هي جبهة وتجمع وأبناء البلد. احنا وأبناء البلد اليوم ممثلين في المجلس البلدي مع بعض، لا كل واحد لحال، كل واحد لحال، كل واحد له عضو، كل واحد له عضو. التجمع ما نزلش السنة، كان متحالف مع أبناء البلد بالفترة السابقة، هاي المرة ما نزل للعضوية. مين اللي ما نزل للعضوية؟ التجمع ما نزلش عضوية، ودعمه مرشح الرئاسي أمين هنبتاوي. فإنه العضوية غير أنا اللي غير الجبهة العضوية، جسم سياسي أنا أبناء البلد. أبناء البلد اللي عضو في المجلس البلدي. أنا رئيس جميل صفوري، كان بالماضي أسير أمني. اليوم هو عضو في المجلس البلدي، ونتيجة الأوضاع المحلية هاي التقسيم يعني، فهذا اللي بيصير في الانتخابات. الكنيسة يختلف الموضوع كليا يعني، ما فيش حضور للقوائم المحلية، بالعكس في قسم كبير من القوائم المحلية اللي بتصوت للجبهة، بتصوت للتجمع، بتصوت لأبناء البلد، ما بتمثلوش. أنا قصدي الموحدة تجمع للموحدة، أو بصوتوا للموحدة بصوتوا، ساعتها بالأمور بتختلف كليا. أما بالقضايا المحلية بتصير القضايا أكثر، طبعا هاي شو عمر في بلاد تانية في خصوصيات أخرى، في عائلات بتنزل في اسم بقوائم يعني. بقول أن زهير قبل كم يوم كنت في الكنيسة، أنا التقيت كثير هذا كمان من الناس اللي شافوني وأجوا قعد معي منصور عباس. كيف أجواء منصور عباس في الشعب بالمعنى، كيف بشفاعمل الجبهة أقوى إحنا لسه من أول انتخابات في هاي الدولة لليوم، إحنا دائما القوة الأولى بعدد الأصوات، ولا مرة كنا قوة تانية يعني. لا شوي يعني إحنا في يوم الانتخابات بنحصل أكبر عدد من الأصوات من الناخب، أكثر من 40% إحنا دائما بنأخذ. بدك دائما عدد المصوتين. لفت الانتباه أي انتخابات كنيسة. طبعا انتخابات كنيسة مش المحلية. أنا بحكي على الكنيسة. فأنت بتقول إحنا دائما كنا الأول. دائما كنا الأول. فمنصور عباس إله تجمع إله حداد. مراد عضو، كان في العضو في التجمع، عضو في المكتب. اليوم هو اللي فهمته إنه مش في التجمع اليوم، هو بس هو جزء من التجمع. عضو في المكتب السياسي كان. حداد كل هذا اليوم مش بالتجمع. وهيك هو أعلن وقتها، ما بعرفش إذا عود رجع يعني، أما كان في لحد آخر انتخابات كان هو جزء من التجمع، وكان ناشط سياسي فعال جدا بشفاعمر في التجمع، وفي التجمع بشكل عام يعني، كان جدا نشيط. صغير كان في حد من التجمع اسمه راح بمالي الاسم، برجع له. بكل أحوال الأجواء للانتخابات ملما بتصير قريباً، راح تصير بعرفش قريباً ولا بعيداً، المهم سنتين زمان، يمكن سنة ونص سنتين بعرفش، راح تصير أخرى انتخابات، كيف راح يتصرف، كيف أنت بتقدر راح يتصرف المجتمع العربي
في الانتخابات القادمة للكنيسة عزيزي؟ أنا بعتقد أنه المجتمع العربي راح يطلع يصوت يدي بأصواته، لأنه هو شاف أنه اليوم لما قسم كبير ما طلع صوت في الكنيسة النتيجة كانت سيئة جدا، أنه اليمين المتطرف قوي، وهذا كان على حساب المجتمع العربي. المجتمع العربي اليوم بيعاني من حكم اليمين المتطرف الموجود، فأنا بعتقد أنه راح يكون في تصويت في الانتخابات القادمة بنسبة أفضل بكتير من، لأنه دائما نسبة التصويت للكنيسة هي منخفضة، دائما النسبة في المجالس المحلية أعلى بكتير بينما في الكنيسة منخفضة. أنا بعتقد أنه المجتمع العربي نتيجة الأوضاع اللي بمرق فيها، قضايا العنف، الإشي المأساوي قضايا العنف، وطبعا الاقتصاد والسياسي، راح يطلع ويدلي بأصواته في الانتخابات القادمة. مش راح يقدر يتأثر، أو ربما ممكن يتأثر من أجواء نص سنة قبل الانتخابات، اللي هي أجواء إنه مرادات العرب ويحكي عن مرشحين جداد، مش راح يأثر على رأيك ويرجع الكرة الأصلة، يرجع المجتمع العربي نفسه اللي مثل لهالدرجة قبل كان انتخابات الكنيسة؟ المجتمع العربي يعني قديش في زيك زهر كركبي مخلص للحزب الشيوعي ولا الجبهة سنين عشرات سنين متغيرش خلاص راسك وراسك، قديش في زيك بالمجتمع العربي؟ لا، في وعي كبير في المجتمع العربي، وانا بعتقد انه اليوم المجتمع العربي بعد ما عم بشوف الاوضاع اللي عم ترجع لورا بالوصف بالمجتمع العربي نتيجه، خلينا نحكي بس عن الجريمه وعن العنف، فانا بعتقد انه اليوم في وعي اكثر انه احنا مجبورين انه نكون لنا ممثلين، وقديش عدد اكبر في الكنيسة حتى نكون عندنا حتى ناثر اكثر من لما كان 15 كان لفترة مش طويلة، يعني 15، وبعدين للأسف يعني هاي الوحدة ما استمرت يعني، ولكن لما كانوا 15 كان يحسبون الحساب، كان الوضع مؤثرين. كانوا مؤثرين وكان الوضع غير شكل، كان وضعنا ممتاز يعني، وكانوا يحكوا عنه ممكن نكمل ل 17 ولا 18 ويعني قوي، أما للأسف الإشي ما استمر. بتأمل إنه نحن نقدر نطلع الناخبين يصوتوا في الانتخابات القادمة، لأنه هاي هي الإطار الوحيد اللي ممكن تحمي مجتمعنا وشعبنا من القوانين الجارفة اللي عم بتصير اليوم بالمجتمع في الكنيسة. شو رأيك بأوضاع بلدية الناصري؟ بلدية الناصري اكتسحت الناصري قبل كم سنة، ما خلتش مجال للشك مين الأقوى، واليوم شريف زعبي هناك أشياء عم تختلف تغير، والرئيس مش بتنازل. يعني شو رأيك اللي بصير بالناصرية؟ يعني مش سر إنه الأوضاع في الناصرية اليوم سيئة جدا، غير مريحة، في فشل إداري كبير جدا، وإحنا بنقول يعني الله يكون في عونهم على الأوضاع الموجودة، يعني لأنه الأوضاع بالفعل عم تتدهور في الناصرية، ومتأمل إنه يكون في تغيير في مدينة الناصري الأحسن، لأنه الناصري هي وجه الجماهير العربية، يعني لما الناصري وضع سيء فهذا بينعكس على كل المجتمع العربي، فمتأمل إنه الأمور تتحسن يعني في الناصري. الموحدة هناك أي دور بتلعب على رأيك؟ تلعب دور إيجابي ولا الموحدة مرة بتكون مع علي سلام مرة ضده مرة؟ شو رأيك بموقفها؟ وشو رأيك ب وضع شريف زعبي كمرشح؟ هل هو ملائم لأن يخوض الانتخابات مرة أخرى لاحقا؟ شريف زعبي أصلا ما كانش بعيد عن رئاسة البلدية، يعني كان قريب جدا ووضعه كان جدا جيد آخر انتخابات، وأنا بعتقد أنه عم بيصير في تغيير بالناصري لاتجاه الجبهة وتحسين كبير نتيجة أنه الفشل الإداري الموجود. للأسف الموحدة بالناصري مواقفها مش ضعيفة جدا، متذبذبة يعني، لأنه مش ثابتة، يعني يوم بدعم علي سلام يوم يعني موقفهم فيها ميوعة، للأسف الشديد فيها ميوعة. فإحنا أنا بتوقع إنه المجتمع النصراوي غير راضي أولا اليوم عن الأوضاع الموجودة في الناصري، والتغيير قادم في الناصري. أنا رأيك
الجبهة والحزب الشيوعي برشحوا كمان مرة شريف زعبي بالانتخابات القادمة؟ هدول هن بقرروا الهيئات بتقرر يعني إذا برشحوا شريف أو غير شريف. إحنا أنا ما في كل فرع بالجبهة وبالحزب هو بالآخر بقرر مين بده يترشح. في يمكن مجموعات تانية بتحب تترشح، يمكن شريف كمان مرة يرشح حاله، فهذا أنا صعب تكهن يعني. بدي أسألك سؤال ممنوع تخاف لازم تجاوبني عليه. أنت شخصية كبيرة في الجبهة بسنين طويلة، وأنت مثقف ومحترم وما في الريكورد تبعك، على رأيك ما وصلش الوقت إنهم يتغيروا مرشحين جبهة للكنيسة اليوم بعد هالقد وقت طويل هم نفسهم؟ لا، احنا دائما بالجبهة في دائما في تغييرات، يعني عندنا نظام معين في الانتخابات في الكنيسة، كل عضو كنيسة بقعد فترة معينة 3 مرات بعدين بخلص. يعني اصلا ايمن اليوم ايمن قال انه هو مرتي الجاي مش مكمل، يعني بس واضح انه يروح مع التيار السياسي. لا، ايمن بروحش مع حدا. اول شيء انا بحبه كثير، ايمن جبهوي وملتزم وانسان جدا محترم بروح. ونشيط و يعني جزء كبير من الجبهة، قائد بالجبهة، احنا بنحبه بغيرش يعني. فالتغيير دائما موجود في الجبهة يعني. احنا بالعكس يعني كان دوف اجى عوفر، كان محمد بركة اجى ايمن، يعني دائما في تغيير. فانا بتوقع انه في الانتخابات القادمة يكون في تغيير شخصيات في الجبهة. تقدر تعطينا اسماء جديدة بك تخمين؟ بقدرش اتكهن، انا بعرفش مين اللي بده يرشح حاله يعني، ولكن يعني في عندنا مجموعات اللي هي اشخاص اللي هن يمكن بفكروا انه هن ملائمين. في المجلس الجبهة هو اللي بقرر يعني، في مجلس مكون من 1000 شخص عضو يعني. صعب بس نعكس السؤال، مش انا بده يترشح، انا بدوش يترشح. ايمن مش بترشح مثلا، اوكي، ما يعني واضح يعني. كمان عوفر بعرفش اذا بده يترشح بده يترشح، حقه انه يترشح يعني، حقه إلا برضه الا يكون يهودي او ممكن غيره بده يترشح. انا بقدرش يعني احكي باسمهم يعني او نيابه عنهم. كل عضو جبهه له حق انه يترشح في مجلس الجبهه، مكون قريبة في 1000 عضو في مجلس الجبهة هذا. فإني بتصير في انتخابات، بنعقد المجلس والانتخابات الداخلية اللي بتقرر مين يكون هو مرشح في القائمة، فراح يكون هذا اللي راح يكون يعني. إنه إسا أعرف مين بده يكون مين بدهش يكون، هذا صعب جدا. كنت أنت مثلا تنصح حزبك إنه لا على الأقل مرشح معين يحاولوا يجربوه يحاولوا يدخلوه، تقدر تعطي اسم معين يعني انت بتوصي انه يخوض الانتخابات؟ فيش انا مع انه المجتمع العربي يتوحد، يكون في وحده ويكون في قوه. مع الموحده كنت بحب انه نكون كلياتنا وحده، مع الموحده وحده نضاليه كلياتنا، لانه احنا موحدين احنا اقوياء. للاسف انا مش شايف هاي الوحده راح تكون، انا شايف انه بيكون في ممكن يكون قائمتين، والمجتمع العربي يكون فيه بيناتهم يعني فائض اصوات من الموحدة في ناحية والتجمع والجبهة مثلا من ناحية تانية، والمجتمع العربي ممكن يتقبل وطبعا ابو الكامل احمد الطيبي، فممكن ممكن العربية تغيير، فطبعا الكل بده يكون، فبكون في قائمتين ساعتها. المجتمع العربي كمان الناخب العربي بتشجع وبيطلع بصوت. الوحدة مهمة ولكن مش هويني يعني، يعني ممكن كمان لما انت بتسبب خيبة امل للمواطن بعد ما تعمل وحدة، هاي بيكون اصعب من انك انت تقول بدنا نتوحد وبعد فترة تقول احنا انفصلنا. فانا بفضل يكونوا في مثلا قائمتين ممثلات في الوسط العربي، والناخب العربي يطلع يصوت لهدول القائمتين ويتمثلوا بقوة. انا باعتقاد انه هذا بيكون اشي جدا مفيد للمجتمع العربي. اوكي زهير كركبي، تمتعت بالحديث معك، خلصت نص الساعة اللي اتفقنا عليها. شكرا انك جيت من شفعمر لهون، شفعمر اللي بنحبها كثير، ربينا على مكابر من شفعمر. بعرف شو تتذكر، كنت صغير انت. مذكر، لا كنت فترة واي. شكرا لك انك حليت ضيف عنا، وان شاء الله نلتقيك بمناسبات سعيدة. شكرا لك، وشكرا تلفزيون هلا
على هذا الشيء، الدور الإيجابي الكبير اللي بتقوموا فيه في الوسط العربي، الدور الإعلامي، وبتوصلوا صوت مجتمعنا في شتى المجالات من خلال قناة هلا، بتوصلوها للأماكن اللي لازم توصل، للمؤسسات المختلفة. فيعطيكم ألف ألف عافية، وشكرا، شكرا لكم. شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة بالموجة، ضمن الموجة المفتوحة لقناة هلا ولموقع بانت. شكرا لمتابعتكم، شكرا مرة أخرى عزيزي زهير كركبي من شفا عامر، وتحياتنا أهلنا كلهم من شفا عامر. إلى اللقاء.